أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. يعرف الحب رغم استحالة وضع تعريف واحد له أن أحد خصائصه هو الاكتمال بالآخر والسكون إليه والأنس به، لكن بعد التعرف على الذات ونضجها ذكرنا في الحلقة الماضية أن الحب نوعين، الأول هو تعويض نقص واستقواء بالآخر، والثاني هو نمو واكتمال بالآخر. طبعا النوع الثاني هو الصحيح وأكيد أكيد طبعا المستمر، أما النوع الأول فهو مؤقت تحكمه الرغبة ومتطلبات المرحلة والضعف والاحتياجات الدفينة التي لم يتعرف إليها صاحبها ولم يواجهها أو يوجهها للنقص في الوعي والنضج. مشاهدي الكرام، اليوم حنكمل حديثنا حول هذا الموضوع مع مستشارة تمكين المرأة الأستاذة لبنى الغليين. يسعد لي مساك. أهلا خلود. إيش المواضيع الحلوة دي؟ مستمرة من الحلقة الماضية. أكيد أنت بتخلي الناس عندهم شغف يتابعوا هذه الفقرة من خلال هذه المواضيع بوجودك طبعا. في لخبطة زي ما قلنا في تعريف الاحتياج أو إيش هو الاحتياج للطرف الآخر. أنت قلتي شيء جدا رائع أنه هو نوعين، أحدهما أنه بيعوض نقص وثاني اكتمال بالآخر. صحيح. ونمو. صحيح. يعني إيش ممكن؟ طبعا أنت قلتي أنه الصحيح هو اكتمال بالآخر. صح. لكن أنا أبغى أعرف من خلالك هو إيه بالضبط، إيش اللي تبغي توجهيه للناس عشان يعرفوا إيش بالضبط الاحتياج الصحيح للحب أو الاحتياج الصحيح. صحيح. أنت ذكرتي الحلقة الماضية خلود جملة كانت رائعة، قلتي لي أنه أحيانا بيعتقد الشخص أنه هو عايش قصة حب ولما تنتهي وبيكون خايف أنه ينهيها رغم كل الضغوط اللي بيتعرض إليها أثناء العلاقة. تمام. وبيكون خايف أنه ينهيها لأنه معتقد أنه هو حينهار. بالضبط. ولما تنتهي بيحصل أنه الأمر طبيعي. مش طبيعي، يعني إحنا كبشر يعني يزعل شوية حنتأثر، بس لكن ليس هذا الخوف أو ال 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 المشاعر اللي كان متوقع أنه يواجهها لو حصل هذا الشيء. فهذه معناها، من هنا سنبدأ، معناها أن هناك احتياجات مش فقط بسبب هذه الجملة، هي عموما الشخص اللي غير واعي بنفسه لا يعي احتياجاته ولا يعي متطلبات نموه ونضجه. هو شخص طبعا يعيش في حالة من اللاوعي بالذات بغض النظر عن عمره. العمر لا ينضج، الرغبة بالوعي هي التي تنضج الشخص. صحيح. لذلك يعتقد حين يكون أكثر، هذا الشخص يكون أكثر حاجة للخوض تجربة حب، هو يعتقدها حب أو يسميها حب. هو بس يبغى يعيش أجواء، سواء سيدة أو رجل. المرأة التي تعاني من فراغ داخلي ونقص داخلي وعدم معرفة وعدم وعي باحتياجاتها الحقيقية ومسار الوعي الخاص بها، لم تصنع مسار وعي خاص بها، تعتقد أن أول شخص واجهها أو يعني أعجب فيها هذه علاقة حب، هي تعتقد ذلك بالرغم من أن هناك مشاعر رومانسية ومشاعر احتياج وكل هذا الكلام. لكن الواقع يعني ما يشغل 90% من هذه العلاقة يكون له علاقة بتعويض النقص الذي أشعر به، وأيضا بالنسبة للرجل تعويض للنقص، عدم القدرة على الإنجاز، عدم القدرة على النمو بشكل طبيعي، عدم القدرة على امتلاك صفات أو مواصفات أو اعتقادات جيدة للحياة الطبيعية. عارفة كل هذه الأشياء. أعطيك أبسط مثال، البنت مثلا، الفتاة حين تكون صغيرة إذا لم تشبع بمشاعر الفخر والاعتزاز والمديح، المديح من قبل الأهل، تكون بحالة جوع شديدة لهذه المشاعر، وخاصة من الأب. البنت تأخذ هذه من الأب والأم، من الوالدين، ولكن عادة الأب يقوم بدور الإنفاق على العائلة. فأحيانا في بعض
الأسر أو بعض البيئات لا يشبع الفتاة من هذه المشاعر التي تحتاجها، وبالذات الفتاة تحتاجها. ترى الرجال مظلومين، لذلك أتعاطف معهم. الرجال والنساء يحتاجوا هذه المشاعر ترى بنفس القدر، ولكن تعودنا أن البنت تظهر حاجتها. مشاعر العطف والحب من الأهل، العطف، الامتنان، الفخر، التشجيع، لكن الفخر فيها، تقديرها. أستاذة مبنى، هناك فرق كبير بين مشاعر التي تحتاجها الفتاة من حب وامتنان وإلى آخره من الأهل، أيوة، وفرق كبير من أنها تشبع رغبتها أو إحساسها بغزل من طبعًا الطرف الآخر. طبعا طبعا، ولكن تخيلي، أنا بقول لك تخيلي أنه هي ما أخذت هذه المشاعر. أنا كنت بكمل النقطة أنه لو ما اكتفت فهي حتكون محتاجة لهذين الشعورين. فأي شخص سيشبع هذه الأشياء عندها ويتغزل فيها ويعطيها، في النهاية هي كلها تقود للثقة بالنفس، صحيح، للشعور بالذات، لتقدير الذات، حتى سواء جاءت من بالضبط. أنا طبعا أتفق معك تماما أن هذه المشاعر تختلف عن مشاعر الغزل والتغزل فيها كفتاة وكأنثى وكجميلة وكل هذه الكلام، ولكن حين أشبع هذه المشاعر بنسبة حتى المعقولة الطبيعية المفترضة من الأهل، من الوالدين، يصبح بحثي أو توجهي للحب، كلما أشبعت مشاعري بشكل طبيعي يصبح توجهي للحب بشكل أنضج. عفوا، إحنا طبعا نتحدث عن الصورة المثالية، ولكن هذا لا يمنع، الصورة المثالية مش بالضرورة تكون متواجدة إلا بنسب بسيطة جدا، أن يكون الحب هو اكتمال ونمو هو كل هذه الأشياء، وأن لا يكون لتعويض هذا النقص، ولكن من المهم أن نعرف الصورة المثالية لنقترب منها على الأقل. يعني ما نكون بعيدين جدا أو نضحك على أنفسنا أو نعيش كل هذه الأشياء. أكثر الاحتياجات المتخفية باسم الحب الملل، الشعور بالوحدة وما يتبع من شعور بالوحشة، الرغبة في الشعور بالإنجاز، يعني ما عندي إنجازات شخصية، ما عندي الرغبة في فهم نفسي وفهم الآخر. إحنا بنتحدث عن المشاعر، الاحتياجات المتخفية باسم الحب، رغم أن الحب، رغم أن الحب إذا حصل بشكل حقيقي يتضمن كل هذه المشاعر، ولكن لا يكون لتعويض النقص، يكون لأنه عندي منسوب من هذه المشاعر وأريد أن أنمي منسوبا أكبر منها. لا ما فهمك. لا أنا عارفة، لكن أنا وصلتني الأيديا أو الفكرة أنه الحب مثلا هو لتجميل الحياة أكثر من هو تعويض أماكن ناقصة في حياة الإنسان. لا، الخلاصة هو طبعا يجمل الحياة، يمنحنا سعادة طبعا، وسعادة يعني شوفي، يعني هو ليس حتى الإنسان الذي لديه حتى الإنسان الذي لديه مكتمل بكل الأشياء والمشاعر يحتاج إلى الحب، عشان ما يفهم كلامنا بشكل خاطئ، يعني يحتاج إلى الحب ويصنع له سعادة من نوع مختلف تماما عن الأشياء الأخرى، صحيح. لكن أنا اللي أقصده، لا يوجد حب بدون نمو وتطور للشخصية. الحب الذي يقمعني ويقبعني، إحنا الاثنين بنحب بعض بس جالسين نلف في مدارات أحدنا الآخر، يعني أوكي. المعيار، المعيار عشان يعني أختصر وألخص، المعيار ألاحظ نفسي حين أكون في حالة حب، هل أنا نمو الشخصي، نمو الداخلي، الروحي، المهني، الشخصي، طيب، علاقاتي، هل تقلصت أم نمت؟ مش بالضرورة الآن، هي أنا الآن مركز على هذا الشخص، فمش ضرورة تنمو، عارفة، وتتمدد، ولكن على الأقل لا تتقلص، لا تخبو. هل أفكاري ما زالت منفتحة؟ إذا كنت أنا شخصيا، إذا كنت أنا شخصية متفائلة ودودة مرحة، هل أفكاري أصبحت كئيبة حزينة متأثرة بالشخص الآخر، أم هي أنا ما زلت على نفس نموي الحقيقي الطبيعي السليم الإيجابي؟ فهذه نقطة مهمة. انت ايش كنت بتقولي؟ في اشخاص بقول لك، في ناس استاذة لبنى، في ناس بيحبوا انهم هم يسيبوا كثير من امورهم وحياتهم، يوقفوها عشان يكونوا بقرب الشخص ده وخلاص. اوكي، هم ليش بيعملوا كده؟ بقول لك انا اجد متعتي مع هذا الانسان فقط. عرفتي اللي انا اقصده؟ يعني في ناس ترى هذا ما في مشكلة،
هذا ما في مشكلة. بس هنا بيحددوا حياتهم بيقلصوا بصير أيوة. مدار الإنسان ده بس. بالضبط. ولكن هذا قد يحدث في بداية العلاقة. هو مكتفي بهذا الشخص. الحب أن أكتفي بك ولا أكتفي منك. مكتفي بهذا الشخص. It's okay. ما فيها أي مشكلة هذه. ولكن إلى حد معين. إلى وقت معين. هي مشكلة التوقيت. ولكن أن تستمر حياتي ممكن أكتفي فيه. ولكن يكون عندي إنجازات. لابد أن أستمر في الإنجازات. لأنه فيما بعد سأحمل هذا الشخص. أنا لا أحمل نفسي. سأحمل هذا الشخص. صح. مسؤولية إخفاقي وتقوقع. أنت كنت السبب. أنت عملت. لا هو طالب. حيتحمل كمان. هو طالبك بهذا الشيء. وسأنقم عليه. وسأحمل أعباء. والله يا أستاذ عرفنا في ناس ما بيطالبوا في ده الشيء. في ناس منهم لوحدهم بتلاقيهم بيروحوا يبغوا ده الشيء. وهي انسحاب سلبي. لأنه هي لا تريد أن تتحمل مسؤولية الفعل. فالأسهل أني أضع كل هذا الشيء على الحب. عارفة؟ هي هذه النقطة. أنا أبغى أجلس في الكومفورت زون. أنا ما أبغى أسوي إنجازات. فأدعي أني مشغولة بالحب. أنا أريد أن أكتفي بهذا الشخص. كذب. هذا كذب. هي تكذب على نفسها وتكذب على الشخص الآخر. إذا هو مصدق براحته، إذا هي مصدقة براحتها، ولكن لا، إذا هو ما لم يطالب بهذا الشيء. هي تريد أن تجلس في منطقة الكومفورت زون، منطقة الراحة، ولا تفعل أي إنجاز. لأنه الإنجاز والتحدي الذات والنمو يحتاج بذل جهد ووعي. الوعي مرهق. هي لا تريد أن تبذل هذا الجهد، فتدعي، تتقنع باسم الحب لتظل في منطقة الراحة. يعني بلاش تكذبوا على أنفسكم. مهما كذب علي الشخص الآخر ما هي مشكلة، لأنه أنا ما هو هو. ولكن أن يكذب على نفسه هي هذه هي المشكلة. أنا بس أختم بنقطة مهمة، أننا من الممكن، يعني الحب ليس الخلوة العنقاء وإيش بيسموها هذه المستحيلات الثلاثة. من الممكن أن نتعرف عليه وننزع ما يحيط به من أغلفة وتوجس وغموض. من الممكن أن نحلله ونتفهمه. مش بالضرورة نضع له تعريف. كل إنسان يتناوله بالطريقة اللي هو يحبها. ولكن من المهم، من المهم الحب يعرف كما ترى. أنا حرة يعني. جميل. ما الذي يمنعني من أن أعرف الحب كما أريد؟ ولكن في النهاية يجب أن يعطيني شعور بالسعادة ليس بالتعاسة. ولكن أنا اللي أبغى أختم فيه أنه لابد أن يشتمل على 4 عناصر أساسية. يعني أنا عندي طموح، هو عنده طموح، المرأة عندها طموح، ولازم الآخر يكون عنده طموح. مش بالضرورة طموحنا مشترك، ولكن يجب أن يكون لدينا طموح عموما. مش طموحي هذا الشخص وهو طموحه أنا. عارفة؟ الـ4 عناصر الأساسية: الاهتمام، المسؤولية، الاحترام، المعرفة. وأريد أن أختم أنني إذا كنت قادرة على أن أقول لشخص آخر أنا أحبك، يجب أن تكون مشاعري تجاه العالم كله هي الحب، تجاه نفسي أيضا. مش لأني بكره نفسي أريد الآخر أن يعطيني هذا الحب لأحرر نفسي من هذه المشاعر السلبية اللي أشعر بها عن نفسي. أستطيع أن أحبك أفضل. أنا أتكلم عن علاقة حب بين رجل وامرأة، مش صداقات طبعا. أنا ما أتحدث عن صديقتي، رجل وصديقه، أنا وصديقتي. إذا استطعت أن أكون علاقة، إذا أردت فعلا أن أختبر أنني أحب فعلا، يجب أن يكون لدي علاقات حب أيضا مع العالم ومع نفسي. لا أستطيع أن يكون الحب هو تعويض أو معالجة أو مداواة لكرهي لنفسي وكرهي للعالم، لأني لا أستطيع أن أتعامل معه بشكل طبيعي. تحب بصدق لابد أن تبدأ بنفسك، أن تحب نفسك أصلا. عدا ذلك ما يكون، ما هو حب. هو زي ما قلت لك أقنعة متخفية. عندي مشاعر أريد أن أهدئ، أسكن مشاعري المضطربة تجاه العالم، فأسكنها بهذا الشخص لأكتفي منه بالعالم. أستاذة لبنى يعطيك ألف ألف عافية. فقرتك جميلة وكل فقراتك جميلة وشكرا. الكتاب هو نفس الكتاب Woman Who Loved Too Much، لأنه هي تتحدث في أحد الأبواب عن الاحتياجات المتخفية باسم الحب. جميل جدا، يعطيك العافية. شكرا لك. إذا مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقرة الشيقة أكيد ما زالت فقراتنا سيدتي مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. في الجميلة هذا العدد، إليسا لا أتقيد بقوانين الشهرة. ضمن ملف الرشاقة أهم مشاكل البدانة وحلولها، نصائح عارضات فيكتوريا سيكريت، تقنيات تجميلية لإذابة الدهون، كيف تنحفين دون الإحساس بالجوع،
أبرز اتجاهات أكسسوارات الموسم، أسرار الأناقة لإطلالة أنحف. الجميلة هي أنت. وتابع الجميلة أيضا على تويتر، إنستغرام وفيسبوك. في سيدتي بعد الفاصل، تعرفي على كيفية اختيار الأبواب المناسبة لمنزلك.